ما زال الكثير من الأحداث غير معروف للجميع. الكثير من البطولات ماتت مع أبطالها. المئات من الروايات اختفت في أدراج التاريخ وعليها تراب الماضي. أجنحة وردت رسالة شفرية على درجة عالية من الأهمية والخطورة إلى الرائد سعيد شلش قائد سرب الميك 19 بمطار القاهرة الدولي، والذي انتقل إليه بما تبقى من سربه. كلماتها قليلة لكن دلالاتها خطيرة. فإسرائيل ستشرع بعد ساعات في تنفيذ مخططها لاحتلال شرم الشيخ عبر إبرار قوات مظلات فوق المدينة الخالية لاحتلالها، وتوجيه ضربة إعلامية جديدة وقوية لمصر، فصدرت له الأوامر بإجهاض هذه العملية. لم يكن عدد الطائرات الصالحة كبيراً، فبعد ضربة الطيران الإسرائيلي يوم 5 يونيو أصبح عدد الطائرات محدوداً وأصبح عدد الطيارين أكثر. انتقى الرائد سعيد شلش 3 من طياريه الأكفاء لتنفيذ المهمة، فاختار الرائد فتحي سليم والرائد مصطفى درويش والملازم الأول عبد الرحمن صدقي، وشرع في شرح خطة الاعتراض التي سينفذونها وكيفية الاشتباك مع طائرات العدو وطائرات الحماية، وقرر أن يقود بنفسه الهجوم. بعد دقائق من التلقين والتجهيز، أقلعت الطائرات الأربع من مطار القاهرة الدولي في طريقها لاعتراض طائرات العدو وإجهاض عملية الإبرار الجوي فوق شرم الشيخ. واختار الرائد سعيد شلش مساراً قصيراً إلى جنوب سيناء للاحتفاظ بأكبر مخزون وقود ممكن لمعركته القادمة. احنا واخدين خط السير على أساس أن الطائرات اليهودي هتبقى ماشية على 5 كيلو، احنا هنمشي على 3 كيلو، لكن احنا طالعين من القاهرة الدولي وطبعا لسه المسافة كبيرة، احنا هنعمل عليهم انترسبشن اعتراض المفروض قبل ما يوصلوا منطقة الإسقاط بتاعة شرم الشيخ. التحم التشكيل في الجو وهو يعبر البحر الأحمر ثم خليج السويس متوجها إلى المكان المتوقع لطائرات العدو طبقا للرسالة الشفرية. شرع الطيارون في البحث عن طائرات العدو بالعين المجردة بعد أن دمرت معظم رادارات وأجهزة اتصال معظم القواعد الجوية في اليوم الأول للقتال. يقول موشي ديان في مذكراته أن أجهزة التنصت الإسرائيلية رصدت بدء انسحاب لواء المظلات المصري المرابط في شرم الشيخ تزامناً مع قرار انسحاب القوات المصرية في سيناء، فأصدر أوامره بسرعة احتلال المدينة بواسطة قوات المظلات مبكراً يوماً كاملاً عن الخطة. فأقلعت طائرتا نور أطلس المخصصة لنقل الدفعة الأولى من المظليين في حماية سرب كامل من طائرات ميراج 3 يقودها نخبة طياري السرب 101، منهم قائد التشكيل آمون أمير ويوشي رشتر، فقد انطلقوا في نزهة أخرى. الطائرة نور أطلس هي طائرة نقل عسكرية فرنسية الصنع من تصميم شركة نورد، وأول طيران لها كان عام 49، بينما دخلت الخدمة في القوات الجوية الإسرائيلية في أوائل الستينات، ويمكنها حمل ما بين 60 إلى 80 مظلياً. لم يكن دخول طائرات النقل البطيئة لسماء المعركة إلا بعد تأكد القوات الجوية الإسرائيلية من أن سماء المعركة أصبحت ملكهم، وأن القوات الجوية المصرية ليس لديها القدرة على اعتراضهم. وكان ظنهم صحيحاً في أغلبه، لكن تقديراتهم للموقف كانت خاطئة هذه المرة.
فعلى مقربة منهم كان سعيد شلش ورفاقه يبحثون عن تلك القوة الإسرائيلية الكبيرة لكي يعترضوها ويفترسوها. في ذلك الوقت اليهود كانوا مطلعين للطيارات دي حماية والرادار مش شايفها بتاعنا، لسبب لأن الطيارات نفسها ما كانتش شايفة طياراتها، لأن كان في جبال اللي في سينا منع الاتصال الراداري بين الطيارات دي والطيارات التانية، فهم ما كانوش شايفين بعضهم. يعني النور أطلس الطيارات كان طالع يحميها سرب ميراج 12 طيارة، وكان منحرف حوالي 12 كيلو شمالها. احنا واحنا ماشيين فوق راس الصدر كان في 4 طيارات ميراج بيضربوا في الخزانات البترول الوقود اللي موجودة في راس الصدر، ويبدو انهم شافوا التشكيل عندنا او يمكن الرادار بتاعهم بلغهم، فابتدوا يطلعوا على التشكيل بتاعنا من تحت. وبلهجة امر لا يحتمل التفكير يصدر شلش الامر للرائد فتحي سليم في الاستمرار في مساره، بينما يشتبك شلش ومعه مصطفى درويش مع تلك الطائرات الحربة. احنا كنا طايرين بحاجة اسمها باتل اوبن باتل فورميشن، يعني تشكيل قتالي مفتوح شوية عشان نحمي بعضنا اكتر. ففعلا احنا بصينا لقينا طائرات طالعة من تحت وطالعين بطريقة غريبة جدا، 2 طالعين قدام الفينجر فور بتاعنا واتنين طالعين من وراه. الرائد شلش ومع مصطفى درويش راحوا داخلين على طول في ديل الاتنين اللي طالعين. انفجر الطيارة الميراج ونط الولد بالباراشوت، انا شفته الخوذة برتقاني والاوفرول برتقاني، والطيارة بتاعته نزلت على طول. للأسف الشديد السكشن الثاني في لمح البصر بالصواريخ ضربوا الطيارتين، ضربوا رائد شلش وضربوا مصطفى درويش ونطوا في ذلك المكان. واستكمل فتحي سليم مساره بجواره صدقي، ورغم سوء المساعدة الفنية من الرادارات المصرية إلا أن رادارات مطار القاهرة الدولي رصدت الطائرات الإسرائيلية في نفس توقيت رصدها بالعين المجردة من الطيارين، وبدأ الهجوم فورا، وكانت المفاجأة التامة. على الفور رصد الرائد فتحي سليم طائرتي النقل النور أطلس، لكنه رصد بجانبها على مسافة 12 كيلومترا سربا كاملا من 12 طائرة ميراج تحميان الطائرتين نور أطلس من مسافة كبيرة، تدل على الكفة العمياء من عدم وجود طائرات مصرية. فأنا ببص شمالي لقيت فلاش، الفلاش ده الشمس كانت في الغرب، فطائرات جاية اللي هي جاية تحمي نور أطلس 12 طائرة ميراج، فأنا شفت فلاش هنا، فبلغت الرائد فتحي الله يرحمه قلت له في 4 ميراج على شمالنا على حوالي 12 كيلو الساعة 9 بالنسبة لنا. فقال لي جود لوك اوت، فانا بصيت الناحيه الثانيه ورجعت ابص عليهم تاني لقيتهم نزلوا تحت هنا، فركزت لقيت 4 فوق 4 تحت و4 تحتيهم. في ذلك الوقت كنا احنا خلاص ابروتشنج 2 كيلو تقريبا من نور اطلس. رد فتحي قال لي تارجت اهيد ريلود جانز. فانقض فتحي سليم ومعه الملازم صدقي تجاه الطائرتين البطيئتين. وعلى الفور تشتعل الطائرتان بفعل طلقات الطائرات المصرية وتهويان وسط جبال سيناء الوعير، لكن المعركة كانت قد بدأت. انفجرت الطائرة الأولانية وهم ماشيين ورا بعض، برضو الطائرتين الأولانية انفجرت، أول ما انفجرت الميراج شافنا راح داخل قالب علينا كله. بقى اللون في السماء الطائرات دي بتطير بالبنزين مش بالجاز، فبقى اللون احمر زي دم الغزال انتشر في السماء بطريقه يعني حاجه شكلها جميل الصراحه، يعني كانت جميله. ف والثانيه فضلها كان الميراج بقى شافنا وابتدى دخلنا في معمعه غريبه مع 12 طيار شايلين مطره 511 و530، دخلنا في الشبكات شد يمين شد شمال شد يمين شد شمال. قال لي ده الصواريخ تعدي من على دماغنا، الصاروخ طوله زي طياره كده
معدي يعني حاسس بحرارته من فوق راسك. الحمد لله قعدنا نجلي فيهم يمين شمال شمال يمين. لم تكن طائرات الميراج المعادية بمن فيها من خيرة طياري سرب 101 لتتسامح مع طياري الميك 19 المصرية، فبدأت معركة جوية حتى الموت. وتستمر المعركة بين الطائرات وسط الطلقات والصواريخ المتناثرة في السماء، كل طائرة خلفها طائرة أخرى، والقتال محتدم. حتى استطاعت طائرة الميك 19 من ركوب ذيل الميراج. وإطلاق طلقاتها في ذيل الميراج لتصاب الطائرة وليخرج الدخان من محركها وتهوي محطمة. واجه الطرفان مشكلة واحدة في تلك المعركة، الوقود. وبعدين لازم نرجع عشان الجاز، فابتدينا نعمل سبليت من المعركة لان ما نقدرش نكمل اكتر من كده، فعملنا افرول على اساس ان احنا ننزل ارتفاع منخفض ونرجع للقاعدة. لكن القدر ابى ان يترك تلك المعركة ان تنتهي دون ان يرسم لها نهاية درامية جراء فتح سلم. لقد اصيبت طائرته بطلقة من طائرة ميراج وبدأ يفقد وقوده، فكان قراره بالهبوط في مطار فايد أقرب مطار إليه. فهو ابتدى يبلغ أن الجهاز عنده بينقص بطريقة جامدة جدا وهينزل في أقرب مطار، وكان أقرب مطار بالنسبة لنا مطار فايد. وبعدين ابتدى يبلغ أن الظاهر عنده خرم في الجناح أو حاجة، الجهاز بيهرب، فقالوا له نط. مرضيش، قال لا أنا هنزل الطيارة إن شاء الله. وبعدين بعد حوالي 5 دقايق بلغ انا عندي مكنه قطعه وهحط الطياره انجن قطع على الممر. عرفت بعد ذلك بقى ان ماسكين العجله فرقعت ودخلت في طياره كانت مضروبه على الممر، فالله يرحمه توفى في هذا.